بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. لقاءنا اليوم إن شاء الله نتحدث عن مصر أم الدنيا. بداية، لماذا سميت مصر بأم الدنيا؟ أول من أطلق على مصر أم الدنيا كانت الرومان. الرومان أطلقوا على مصر هذا الاسم لأنها كانت سبب أساسي ورئيسي في الطعام والقمح للحضارة والدولة الرومانية. أيضا مصر أم الدنيا لأنها ما من كتاب سماوي إلا وتحدث عن مصر، فمصر دينيا. إذا أردت أن تتحدث عن الحضارات فمصر حاضرة، ما من حضارة من آلاف السنين منذ أن عرفت البشرية على الكوكب الأرضي ومصر حاضرة. مصر أم الدنيا سميت بالكنانة. أول من تحدث عن هذا الاسم هو عمرو بن العاص الصحابي الجليل، حينما افتتح مصر ودخل مصر فسمى مصر أرض الكنانة أي المحفوظة، لأنها أول من صنعت السهام وتتصدى لأعدائها على مر العصور وعلى مر الأزمان. مصر أم الدنيا عرفت بهذا الاسم أيضا لأن إبراهيم عليه السلام حينما أتى إلى مصر بزوجته سارة ثم تزوج بهاجر المصرية وكان منها ولده إسماعيل عليه السلام، وكان من نسل إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم الذي تزوج أيضا بماريا القبطية. إذن مصر أم الدنيا، وما من أحد على ظهر الكوكب الأرضي إلا ويعلم قصة يوسف عليه السلام حينما أتى عزيزا لمصر، وكانت مصر طعاما وشرابا للدنيا كلها. فمصر أم الدنيا وتحتوي الدنيا. ما نراه الآن من هذا الأمر، في هذا التوقيت تعرضت مصر لأمور ربما كانت تجر مصر إلى مشاكل عدة. الذي رأيناه خلال السنوات الماضية كان مخطط لمصر أن تنجرف لحرب في العراق أو في سوريا، وما حدث في اليمن ليس ببعيد، إلا أن القيادة المصرية أبت إلا الحفاظ على مصر أولا، ولا مانع أن نقف بجوار الدول العربية. حينما لم يستطع كل دول التي تعادي مصر أن تجر مصر إلى حرب مصر في غنى عنها، أتوا قريبا من مصر، فكان ما يجري في ليبيا تحديدا من قطر وتركيا ليس ببعيد، وما جرى في السودان ليس ببعيد، وما جرى في أثيوبيا ليس ببعيد. مكانة مصر يعلمها الجميع. كثير من الدول توجد على نهر النيل، لكن مصر خصيصا سميت بهبة النيل، رغم أن النيل يمر من أكثر من دولة. فلماذا سميت مصر هبة النيل؟ لأن أرض خصبة مصر ترى فيها زراعة لم توجد في كثير من البلدان. إذن مصر أم الدنيا وتحتوي الدنيا. مصر قوية خارجيا لأن الأم معروف عنها القوة والاحتفاظ بأبنائها، ثم لا مانع أن تمد يد العون لكل العالم، ليس للدول العربية فحسب وليس للدول الأفريقية فحسب، بل مصر ليست دولة من دول العالم، كل دولة هي دولة من دول العالم، إلا أن مصر هي دولة لكنها قلب العالم. قدر الله أن مصر تتحمل المسؤولية، وكل من اسمه له نصيب. إذا كانت مصر أم الدنيا فمن باب أولى هي أم العرب. هي برنامج مع القادة في خلال حلقاته دائما وأبدا يناقش أمورا مهمة. سوف نناقش زيارة السيد رئيس الجمهورية لدولة فرنسا، لكن بعد أن نتجول سريعا مع
مراسلي برنامج مع القادة في بعض المحافظات، ومعنا على الهواء مباشرة الدكتورة ميادة الحو، رئيس برنامج مع القادة أو مدير مكتب برنامج مع القادة في محافظة الغربية. دكتورة ميادة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك؟ الحمد لله بخير. دكتورة ميادة، ما هو الجديد لديك اليوم داخل محافظة الغربية؟ أثناء أخبار محافظة الغربية، الخبر الأول، محافظ الغربية يسلم 45 كيسا بقيمة 200. دكتورة ميادة، حاولي بس تقفي في مكان فيه شبكة لأن الصوت بيقطع لو سمحتي. حاضر. اتفضلي. مع حضرتك؟ اتفضلي. الخبر الأول، محافظ الغربية يسلم 45 شيكا بقيمة 289,000 جنيه إقامة مشروعات تنموية للشباب. تمام. قام الدكتور طارق رحمة محافظ الغربية بتسليم 45 شيكا بقيمة 289,000 جنيه كقروض حسنة للشباب والأم المؤمنة والأسر الفقيرة، دعما من جمعية الكرمان وبنك القاهرة لإقامة مشروعات استدامة، وذلك بحضور السيدة الأستاذة أماني النادري وكيل وزارة التضامن، والأستاذ عبد الخالق عبد العظيم مدير فرع جمعية الأرمان بالغربية. تمام. خلال الاحتفالية قدم محافظ الغربية الشكر لجمعية الأرمان لما تقوم به من دور حيوي وهام في خدمة المجتمع. تمام. وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياج، وتنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين عبر تقديم مساعدات مادية ومساهمات متنوعة في مختلف المجالات لخدمة أبناء محافظة الغربية، مثمنا دورها وما تقوم به من إقامة مشروعات تخدم المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، متمنية الأسر والشباب التوفيق في العمل. تمام. دكتورة ميادة الحو، مدير مكتب برنامج مع القادة داخل محافظة الغربية، شكرا لحضرتك. دكتورة ميادة، ذكرت ان في 45 شيك تم تسليمهم من السيد محافظ الغربية للشباب كقرض حسن لعمل مشروعات بالنسبة للشباب. شكرا بنك القاهرة، شكرا جمعية الأرمان، شكرا لكل من يقدم مساعدات للشباب. من محافظة الغربية ننتقل سريعا إلى محافظة بني سويف. معنا الأستاذة حنان ناصر، مراسل برنامج مع القادة لمحافظة بني سويف. السلام عليكم أستاذة حنان. طيب، يا ريت الكنترول حاول مرة تانية على اتصال التليفون والتظبيط. فبنتكلم بنقول إن كل من يقدم مساعدات للشباب نتمنى أن تكون في كل المحافظات. خيرا فعلت محافظة الغربية، السيد المحافظ مع جمعية الأرمان مع البنك الأهلي المصري، تقديم مساعدات ومبلغ 289 مليون جنيه 45 شيك لعمل مشروعات. لو هذا الأمر في كل المحافظات أعتقد يكون بادرة أمل للشباب. الشباب يا جماعة دفع فاتورة كبيرة جدا جدا، والسيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية تهتم بالشباب. ربما الشباب الفترة الأخيرة واخد على خاطره شوية، لكن بنقول الدولة مصر أم الدنيا، قلنا أم العرب، فبالتالي الأم دائما لا تقصو على ابنها. ماذا يجري؟ ماذا يجب؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل مشاهدينا الكرام. فاصل ثم نعود مرة ثانية. القادة في كل مجال ندرس فكر مع فكر. حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنقول إن الشباب دفع فاتورة كبيرة جدا، ومن فضل ربنا سبحانه وتعالى على مصر عدد سكان مصر أكثر من 62 شباب. يعني قارة أوروبا تسمى القارة العجوز، أما أفريقيا تحديدا مصر دولة الشباب. فأتمنى إن الشباب كده ياخد فرصته، وشباب اليوم هم قادة المستقبل، الشباب الجيل الثاني في القيادة، شئنا أم أبينا سيتولون القيادة، فلا بد وأن نقوم بإعداد شباب مثقف واعي عنده الانتماء الوطني. شيء جميل جدا جدا إن أنا بشوف جمهور الأهلي يسعد بفوز الأهلي، شيء جميل جدا جدا إن أنا أرى جمهور الزمالك متمسك رغم الظروف تمر بها الزمالك ويقول الحب والعشق لنادي الزمالك. طيب، مع احترامي للنادي الأهلي هو نادي مصري، ومع احترامي للنادي الزمالك هو نادي مصري، فمصر أم الكل. يا ليتنا يكون عندنا انتماء لمصر مثلما عند جمهور الأهلي وعند جمهور الزمالك. ونحن نتجول كده داخل المحافظات بنلاقي رغم ربما هناك ألم لكن يوجد أمل. توزيع بعض المحافظين لمبالغ شيكات من جمعية الأرمان أو من بنك الأهلي على الشباب لإنشاء مشروعات هي بادرة أمل للشباب، خاصة الشباب. برنامج مع القادة بيتلقى تقريبا كل يوم مناشدات للسيد رئيس الجمهورية، للسيد رئيس الوزراء، لسيد وزير العدل، لكل مسؤول إظهار نتائج المسابقات. ويمكن يا جماعة من كثرة الرسائل التي تصل لبرنامج مع القادة، وأنا أتصفح هذه الرسائل هذا الكم، وربما اللهجة كمان اللي الشباب بيقولوها مش بيكتبوها بأيديهم، ده بيكتبوها بقلوبهم. وبالفعل الشباب بيقولك أنا تقدمت للمسابقة رسمية الدولة عملاها، تكبدت مصاريف وعناء، ثم انتظرت 2014 2016. أنا لا أتكلم عن مسابقة بعينها، لكن أتكلم عن كل المسابقات بداية من الشهر العقاري، النيابة الإدارية، المحكمة الكلية، الطب البيطري، التأمينات، كل المسابقات التي تم الإعلان عنها في الصحف وتم التقديم لها للجهات الرسمية لابد وأن تعلن. ويمكن تواصل الشباب مع سيادة النائب محمد أبو العينين، وتقدمت له في هذا البرنامج أكثر من مرة بشكر لأنه يستحق. فتح باب مكتبه، بدأ يستقبل الشباب. لحد علمي شباب من محافظات أخرى، أما وقد ذكرنا المحافظات، نرجع سريعا لمحافظة بني سويف
ومراسلة برنامج مع القادة الأستاذة حنان نصر. السلام عليكم أستاذة حنان. عليكم السلام أستاذ رمضان، أخبار حضرتك؟ الحمد لله بخير، أخبارك؟ بخير الحمد لله. أستاذة حنان، ما هو الجديد لديك اليوم داخل محافظة بني سويف؟ هنالك أخبار عديدة، ولكن أهمها صحة بني سويف. تحرر 12 محضرا وتعد المنتجات الغذائية فاسدة. نظمت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف حملة على الأسواق والمحلات التجارية، حررت خلالها 12 محضرا وأعدمت منتجات غذائية فاسدة. وكلف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف الدكتور أمنية حسن المدير الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع المنتجات الغذائية في إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف بالرقابة المستمرة على الأسواق والمحلات التجارية. تمام. هناك خبر آخر عن صحة بني سويف، تعلن إنشاء عناية مركزة بطاقة 25 سريرا لدعم مستشفى الصدر. قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف إنه يتم حاليا العمل داخل مستشفى الصدر بمحافظة بني سويف لإنشاء عناية مركزة بطاقة 25 سريرا. وأضاف وكيل وزارة الصحة إن مستشفى الصدر تشهد حاليا أعمال تطوير تشمل تطوير القسم الداخلي من خلال إضافة 75 سريرا، ليصل إجمالي الأسرة إلى فأس المبنى والعيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ وقسم الاشتباه والإيجابي بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل وأماكن مبيت الأطباء، وذلك بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا. الأستاذ حنان ناصر مراسل برنامج مع القادة من داخل محافظة بني سويف، شكرا لحضرتك. شكرا دكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، اهتمامه أولا بإنشاء داخل مستشفى الصدر في محافظة بني سويف أكثر من 100 سرير تقريبا، لتكن محافظة بني سويف على مستوى الصعيد رائدة في كل شيء. يعني تماما ما أراه داخل محافظة بني سويف يدل لنا على الثقافة وحب أهل بني سويف لمحافظتهم، ويا ليتنا يكون هذا الأمر في كل المحافظات. في رسالة وصل لي حالا، أستاذ محمد تمام المخرج التلفزيوني المعروف، مصر أم الدنيا، مصر أرض الكنانة، مصر أرضي وأرض أجدادي، مصر مكتوبة لأولادي لأولادي. ودايما أستاذ محمد تمام كده يتحفنا بهذه الأشياء الجميلة. كنا قلنا مصر أم الدنيا عنوان حلقتنا النهاردة، وقلنا أن مصر دائما وأبدا على مر العصور مذكورة دينيا تاريخيا ثقافيا رياضيا في كل شيء ترى مصر حاضرة. لكن زيارة السيد رئيس الجمهورية لفرنسا هذا الأسبوع له مدلول آخر وله قيمة أخرى. إذا أردنا أن نتكلم عن هذا الأمر لابد أن يكون معنا على الهواء مباشرة معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. السلام عليكم سيادة السفير. سلام يا فندم، أخبار حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. سيادة السفير، كيف رأيت زيارة السيد رئيس الجمهورية لفرنسا هذا الأسبوع؟ السيد الرئيس قام بزيارة دولة لفرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ردا على الزيارة التي كان قد قام بها الرئيس الفرنسي للقاهرة في يناير عام 2019. تمام. وزيارة السيد الرئيس لباريس أكدت ورسخت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. تمام. ليس فقط في المجالات العسكرية والأمنية وتبادل المعلومات الاستخبارية ومكافحة الإرهاب، وإنما أصبحت فرنسا الشريك الأجنبي الأفضل للمشاريع التنموية وللنهضة الشاملة التي تجريها الدولة المصرية حاليا في ربوع الوطن. خلال هذه الزيارة تم لقاءات عديدة
بين السيد الرئيس وبين كبار القادة الفرنسيين والسادة في فرنسا. تمام. ما بين القمة المصرية الفرنسية يوم الاثنين الماضي أو اجتماع السيد الرئيس مع رئيس الحكومة الفرنسية أو مع وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية ووزير الاقتصاد ولقاءات أخرى مع رجال الأعمال ولقاء مع سكرتير عام منظمة الـ OECD اللي هي منظمة التعاون الاقتصادي والتي تضم أكبر الاقتصادات الغربية. في كل هذه اللقاءات كان من الواضح أن التنسيق والتعاون بين مصر وفرنسا قد بلغ الذروة، وكان وجهات النظر بين الجانبين حول مجمل التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الساحل الأفريقي تكاد تكون متطابقة. سيادة السفير، خلال هذه الزيارة تمام تم التوقيع على مجموعة اتفاقيات تمام بين الجانبين. بلغ مجموع هذه الاتفاقيات أو التكلفة المالية ما يقرب من 700 مليون أورو، وده بيأتي في إطار برنامج دعم الفرنسي لمصر الممتد من عام 2020 حتى عام 2023 ويبلغ قدره مليار أورو. سيادة السفير، إذن التعاون المصري الفرنسي ليس عسكريا فقط، لكن انتقلنا من مرحلة العسكرية أيضا تعاون تنموي حاليا. هو التعاون حضرتك تاريخيا التعاون بين مصر وفرنسا منذ القرن التاسع عشر كان دائما تعاونا شاملا ما بين العسكري والتعليمي والثقافي والحضاري. تمام. وأعتقد أن زيارة السيد الرئيس هذه المرة تناولت هذا البعد الحضاري والثقافي والتعليمي في هذه العلاقات. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، من ضمن الاتفاقيات التي وقعت في إطار الشراكة المصرية الفرنسية 2 مليون أورو لدعم تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية في مصر. تمام. وإعداد الأساتذة، إعداد المعلمين الذين سيقومون بتدريس اللغة الفرنسية. فحضرتك الشراكة بين مصر وفرنسا هي شراكة في تقديري تاريخية، وعلى ضوء النتائج التي تحققت من خلال زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس، أعتقد هي شراكة شاملة بالمعنى الحرفي للكلمة. سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك على هذه المعلومات. سيادة السفير ذكر أن وصل حجم الاتفاقيات المصرية الفرنسية ما بين 2020 إلى 2023 خلال 3 سنوات مليار يورو، وهناك دعم 2 مليون يورو للغة الفرنسية سواء في المدارس الحكومية أو إعداد المعلم الذي يدرس هذه المادة. إذن زيارة السيد الرئيس لم تكن مجرد زيارة عادية، لكن هي بالفعل ستعود على مصر تنمويا، والتاريخ يشهد كم التقدم التاريخي والعلاقات المصرية الفرنسية. مشاهدينا الكرام، أيضا لما بنتكلم عن مصر أم الدنيا ومصر تحتوي الدول العربية بل تحتوي العالم، ذكرنا أيضا أن الشباب لابد وأن مصر تحتوي الشباب. خلينا نتكلم بصراحة شوية، ربما الشباب متسرع، ربما الشباب ما عندوش رؤية واضحة، ربما الشباب فقد بعض الأمل، ربما الشباب وجد من يجعل أمور معينة في عقولهم لابد وأن نحاربها. دايما بقول كلمة، الشباب إذا الدولة ما احتوتش الشباب هنتركهم هيجي غيرنا
هياخده من الطريقين، اما طريق مخدرات او طريق ارهاب. اللي بيحصل بعد كده نيجي احنا كدوله نعالج الادمان ونصرف عليه مبالغ، ونحارب الارهاب ونخسر فلوس ونخسر ابنائنا. طب المبالغ اللي بنصرفها على الادمان والمبالغ اللي بنصرفها على الارهاب نعمل اعداد للشباب جيد؟ الشباب طلباته بسيطه جدا يا جماعه، الشباب عاوز حد يسمعه، الشباب عايز حد يتجاوب معاه. الدوله بتنفق والدوله عامله اعداد كويس جدا، بس بعض المحافظات، انا اقولش محافظه معينه ولا محافظ معين، بعض المحافظات الاداره فيها لا، ربما نقص خبره، ربما اهواء، ربما اشخاص يتدخلون ليس لهم درايه او خبره. اتمنى ان مشروع الشباب لا يسند الى محافظه تديره، لكن الدوله يكون لها استراتيجيه معينه في كل المحافظات ويبدا في تجمع. احنا عندنا لقاءات شباب، بس برضو اتكلم بصراحه اكتر، مين اللي بيحضر في لقاءات الشباب الا اولاد الناس معينين؟ طب ما ناخد جزء برضو من لا انكر هذا حقهم ويحضروا، وهم ادرى وعندهم خبره عائليه وسياسيه، برضو ناخد مجموعه شباب عاديين. معنا على الهواء الاستاذه دعاء من محافظه المنوفيه. السلام عليكم استاذه دعاء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الله يسلمك، اتفضلي حضرتك. قبل اي حاجه احب اشكر حضرتك على وسع صدرك معانا، واتمنى ان انا يكون لي نصيب من وسع الصدر ده، لاني انا عندي حاجات يعني عاوزه اقولها كلها. بخصوص يا استاذه دعاء؟ بخصوص مثابه الشارع العقاري يا فندم. اتفضلي حضرتك. تمام. يعني احنا بصراحه يعني احنا بس مش عايشين واقع مرير، لا احنا بقينا حاسين بمراره حلم مستحيل بصراحه. يعني الحكايه حضرتك بدات من 2015، وزاره العدل عملت اعلان للمسابقه وفي ناس امتحنت، وبعد كده الغى المسابقه. تمام. بعد كده ثاني سنه المسابقه بتاعت 2016 برضو اعلنوا عنها، وفي ناس راحت امتحنت، والنتيجه بقى المشكله يعني من 2016 من 4 سنين لحد دلوقتي لم يتم اعلان النتيجه. تمام. تمام. المسابقه دي طبعا اعلنت عنها وزاره العدل، وكان الامتحان في الجيزه في مدرسه السعديه. طبعا اللي في المحافظات الصعيد بقى حضرتك متخيل، الصعيد والبحر الاحمر واسكندريه، كل دول كل المحافظات جميع الشرق والغرب من مصر جم من الجيزه علشان يمتحنوا. تمام. مش هقول لحضرتك بقى المعاناه يعني النفسيه والماديه، يعني سفر وصعوبات ومصاريف من انتقال. تمام. 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 ولحد دلوقتي برضو يعني مش راضيين يبصوا للشباب بصه يعني رفق حتى بينا ان هم يعلنوا النتيجه. واحنا ظنينا بصراحه ان المسابقه الغيت. يعني نشكر المستشار جمال كان سبب في ان احنا نعرف ان المسابقه ما الغيت. لم يتم الغائها. تمام. لم يتم الغائها. طب يا جماعه المشكله فين؟ طيب ليه النتيجه ما بتطلعش؟ رحنا الوزير العدل قال لنا يا جماعه المسابقه شغاله، المشكله عندي وزير الماليه ما فيش درجات ماليه. تمام. رحنا لوزير الماليه يقول لنا يا جماعه مشكلتكم عند هيئه التنظيم والاداره. نروح لهيئه التنظيم والاداره يقولوا لنا مشكلتكم عند مصلحه الشهر العقاري. نروح لمصلحه الشهر العقاري يقول المشكله عند وزاره العدل. تمام. تمام. يعني احنا حضرتك احنا في دايره مقفوله وعمالين نلف حوالين بعض. تمام. لا عارفين اولها من اخرها. تمام. الاستاذه دعاء من المنوفيه، شكرا لحضرتك. الاستاذه دعاء يعني بتتكلم على جزئيه انا ملم بيها، لان برنامج مع القاده تكلمت عن هذا الامر مرارا وتكرارا. مسابقه 2015 2016 الاستاذه دعاء ذكرت امور مهمه جدا جدا. ابناء المحافظات تكبدوا سفر ومصروفات وتجهيز اوراق، وان هم بداوا يراجعوا وزاره الماليه المبلغ متوفر، التنظيم والإدارة خلاص في درجات متواجدة، وزارة العدل طالبة. باقي بس يا جماعة نجمع الأربع حاجات مع بعض كده. لذلك مناشدة لمعالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يا ريت حضرتك تتبنى هذا الأمر. هتفرح مجموعة شباب كتيرة جدا جدا مش في محافظة واحدة،
في أكثر من محافظة، شباب لديه الأمل والطموح، وكان سنه لما أدى في المسابقة كان صغير، ربما دلوقتي منهم من دنا أو اقترب من 40 عام، فكلهم أمل ومنجدة لحضرتك. ويمكن برضو برنامج مع القادة تقدمت بأكثر من منجدة للسيد رئيس الجمهورية أن يعطي تعليماته أن تظهر هذه المسابقات للنور، يعني دولة بحجم مصر ومؤسسات مصر يكفي تتكلم عن وزارة مصرية تعلن عن مسابقة لابد وأن تظهر نتائجها، لأن بناء على النتائج ده تعود الثقة، تعود الأمور عند الشباب والأمل أكثر مما نحن نراه الآن. أنا لا أتكلم عن مسابقة بعينها، أنا أتكلم عن كل المسابقات، خاصة الدولاب الحكومي بدأ يفضى من بعد 2017، مفيش تعيينات، اللي بيتوفاه الله، اللي بيطلع معاش، محدش بيحل مكانه، بالتالي فجأة كده هنلاقي الدولاب الحكومي أو الموظفين في الهيئات والمؤسسات الحكومية مرة واحدة كده فاضي. طب اللي هيتعين جديد هياخد خبرة منين ويعرف الأمور دي ماشية إزاي؟ لكل مهنة لها أسرارها. هنختار أوائل الجامعات، شيء جميل جدا، هنختار تخصصات، شيء رائع، لكن لابد من عنصر الخبرة، والخبرة لن تأتي إلا من خبير، واحد اشتغل مارس هذا العمل، عارف مميزاته، عارف عيوبه، عارف أين يدير إدارة صحيحة. علشان كده لما بنلاقي حد مسؤول كده ومتمكن بتلاقيه متواضع، في كده مسؤول تدخل عليه صوته عالي وما بيقابلش حد وقافل على مكتبه، ايه السبب؟ لان المكان اكبر منه. معنا الاستاذ حسام من البحيره، السلام عليكم استاذ حسام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور رمضان؟ اهلا بحضرتك يا استاذ حسام، اتفضل حضرتك. الله يخليك، انا اولا بشكر حضرتك ان حضرتك اتحت لنا الفرصه ان احنا نوصل صوتنا من خلال برنامج حضرتك. يشرفنا حبيبي، اتفضل. ربنا يبارك في حضرتك. القصه لا تخفى على الجميع يعني، وزي ما حضرتك عارف ان احنا تقدمنا للمسابقه في 2016 بعد اعلان وزاره العدل انها طالبه ناس في مختلف التخصصات. تمام. تمام، وحتى هذه اللحظه من تاريخه يا دكتور رمضان لم يتم الاعلان عن النتيجه. تمام. تمام، الفكره كلها حضرتك دلوقتي ان احنا بنتحرك خلال الاربع سنين اللي فاتت ما بين الوزارات المختلفه، وزاره العدل للماليه للتنظيم والاداره لرئاسه الوزراء، ومفيش اي استجابه تماما حتى هذه اللحظه. وبرضو احب اعرض حضرتك ان احنا حتى ما تمش اعلان الغاء المسابقه، اي المسابقه ما زالت قائمه. فاحنا بنناشد من خلال برنامج حضرتك كل المسؤولين ان هم حتى بس يعرفونا وضع المسابقه ايه. تمام، احنا ومجموعه كبيره من زمايلنا عمالين بنتحرك وعلى النت وعلى الصفحات وبنقول كل حاجه، يا جماعه بس عرفونا احنا مصيرنا ايه. يعني الالاف الشباب يا دكتور رمضان مفيش اي حاجه، والناس فقدت الامل، وبصراحه عانينا الامرين من خلال الفتره اللي فاتت. استاذ حسام من محافظه البحيره، شكرا لحضرتك. نفس الكلام يا جماعه، يعني ده جزء من كثير يرد لبرنامج مع القاده من كل المحافظات في كل المسابقات. فرجاء مناشده للسيد رئيس الجمهوريه و السيد معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، هذا الأمر لابد وأن ينظر فيه. أنا عايز أضيف برضو حاجة يا جماعة، مشاكل كتيرة جدا جدا واردة للبرنامج من أوائل الجامعات، أيضا من حملة الماجستير والدكتوراه. أقول لكم على حاجة، الرائدات ريفيات، بعض الموظفين في الوحدات المحلية في المحافظات في الشباب والرياضة اللي هم لم يثبتوا حتى الآن. أقول لكم حاجة أقوى، القصر العيني بعض الموظفين اللي هم بيديروا أو ربما هم المفصل أو الوصل ما بين الأطباء وما بين المرضى وما بين الجهات الحكومية الأخرى غير معينين. يعني التقيت أمس ببعض الموظفات بيحكوا لي إن هم بيجوا كل سنة ينهوا عقدهم وتاني يوم يتعمل عقد جديد، رغم ان هم شغالين بقالهم عشرات السنين، اكثر من 10 سنوات في هذا العمل. والغريب لو واحده منهم غابت العمل بيقف تماما في هذا اليوم لان ملهاش بديل. يعني عايزين نقول ايه بقى؟ ان هي شيء اساسي في هذا المكان، يعني مش مجرد كماليات او غيرها يقوم، لا. طب لماذا لم يتم تعيينها؟
تحدثت مع بعض الأطباء اللي هم المسؤولين يقولوا فلانة دي لو غابت فعلا العمل يتوقف، فلماذا لم يتم تعيينهم حتى اللحظة؟ يعني دي أمور ضرورية محتاجينهم بيأدوا عمل. الكلام ده بقى قيس عليه يا جماعة في الشباب والرياضة، في التربية والتعليم. يا ريت الدولة تنظر إلى العقود المؤقتة اللي احنا حاسين ان هو زيادة على الدولة، اللي هو شغال بواسطة، اللي هو ما بنشوفهوش إلا لما بيقبض، لا بلاش منه ده يروح. إنما اللي شغال بجد ووقته كله فعلا يؤدى داخل العمل، ومش يؤدى عمل مش وقته بس، لا وقته ونتيجة فعلا شغال وبجد بيؤدي مجهود، لو غاب المكان يتأثر. هو إمتى يا جماعة أعرف الموظف ده له أهمية ولا ملوش أهمية؟ وربما بعض المؤسسات، بعض الشركات، مش عايز أخصص حد معين، بعض الهيئات أيا كان المكان اللي شغال ده، ربما غاب الرئيس عن هذا المكان والعمل يمشي، وربما غاب العامل العمل توقف. معنا على الهواء الأستاذ فراج من محافظة الفيوم. السلام عليكم أستاذ فراج. يبدو الاتصال فصل. كنترول حاول معه مرة تانية. عايز أقول يا جماعة بقدر المكان لما يتأثر في غيابك، أنت في هذا التوقيت تؤدي عمل، رغم أن القصة في اليابان غير كده تماما. القصة في اليابان بيشوف أنت قدرت تعمل جيل تاني ولا لا. لو قدرت تعمل جيل تاني، لما يجي حد يترقى في اليابان أول حاجة يعملها إيه بقى؟ خد أجازة أسبوع. إذا خد أجازة أسبوع والعمل مشي بنفس الكفاءة والقدرة والنظام كأنه موجود تماما بتمام، يقول لك فعلا ده قائد. معنا الأستاذ فراج من محافظة فيوم. سلام عليكم فراج. السلام عليكم. أنا دكتور رمضان عبد الجليل. أهلا بحضرتك، الله يسلمك. والله أنا بشكر جدا حضرتك على مجهوداتك المبذولة تجاه المواطن والمواطنين. الله يعزك حبيبي. ولكن أنا لي طلب أحب أن أوجهه للسيد محافظ الفيوم والسيد نائب المحافظ والسيد رئيس مجلس إدارة الطمانية. تمام. بداية التمويل، عندنا جمعية اسمها الجمعية التعاونية في قرية المحافظة، في طبعا يعني بتوع التموين واخدين البصايل من الناس اللي بتديها لهم، وفي نفس الوقت يعني حضرتك قدمنا صفوه قبل كده لشركه التموين في الفيوم. تمام. فطبعا حضرتك لم يفعلوا شيء حتى الان. تمام. عندنا النقطه الثانيه، ربط الطريق العمومي بقريه المفاصله الشارعه الدائره الصاميه محافظه الفيوم. تمام. طبعا دي حضرتك يعني رصف نقطه الطريق، وفي حوالي كيلو او لا يزيد عن كيلو متجه الى طريق شوله الى البلد محافظه الفيوم. فده طبعا حضرتك الطريق ده يعني مزعج جدا وليس فيه اهتمام به. النقطه الثالثه، اضافه المقابر والاهتمام بها. تمام حضرتك. واخيرا اوجه رساله للساده النواب الجزء في دائره الصاميه محافظه الفيوم بأن يكون على قدر المسؤولية وبقضية النوري. أنا هطلب بس من حضرتك كده، أنا عرفت الطلبات، بتتكلم على مركز طمية، بتتكلم على الطرق تحديدا لقرية المآتلة، وبتتكلم على الإنارة، وبتتكلم على موضوع البطايق التموينية. هيتم التواصل إن شاء الله مع معالي الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأنا أعرف هذا الرجل يعني يعمل ليلا نهارا، وما من أمر من برنامج مع القادة أو حتى من أي حد يصل إليه إلا بياخد فيه قرار. ويمكن أسعدني على الهواء مباشرة حينما قال يعني أي مشكلة تيجي البرنامج مع القادة ارسلوها لنا، وإن شاء الله هيكون في قرار، وده شرف لبرنامج مع القادة هذا الأمر. شكرا أستاذ فراج، ولكن أتمنى من حضرتك اكتب لي بس مذكرة والكنترول يتواصل معاك، ياخد رقم التليفون، وسوف تقدم هذه الشكوى مكتوبة للسيد الدكتور محمد عماد. شكرا لحضرتك. يعني زي ما بنقول مصر مش في يوم وليلة يا جماعة ما فيش حد معاه فانوس سحري هتتقدم. هتتقدم لما كل مسؤول يتقي الله في عمله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مش بنقول مصر أم الدنيا، رائدة في كل شيء. فعايزين في المجال التعليمي، في المجال الطبي،
على مستوى النواب، على مستوى المحافظين، على أيا كان صاحب المنصب في منصبه، يراعي الله سبحانه وتعالى في هذا المنصب ويقول لنفسه حاجة وقعد على الكرسي كده، كم واحد قعد قبليك؟ يعني مش أنت الأخير، هيجي غيرك ويقعد على نفس المكان ده. فاعمل اليوم لما تسيب المكان ده الناس يقولوا فعلا فلان كان ايه قائد. أنا هذكر لكم الشيء بالشيء، يذكر رحمة الله على الدكتور عبد الرحيم شحاتة، محافظ القاهرة، محافظ الفيوم، كان بدايته في الفيوم منذ ما يقرب من 30 سنة، إلا أن اسمه الآن متردد على كل الألسنة لما قدمه لمحافظة الفيوم. وأيضا حينما أتى إلى محافظة القاهرة غير فيها الكثير، هو عمره انتهى لكن ما زالت ذكراه قائمة. وده اللي بنقوله للمسؤولين، لو هتتكلم عن عمرك وعن وقتك وانت في المنصب وانت في الوزارة وانت محافظ وانت مدير، هيبقى عمر صغير معدود بسنوات، انما الذكرى تستمر سنوات. مصر ام الدنيا زي ما بنقول، خليها رائدة في كل شيء. عايزين يا جماعة الانسان مننا وهو بيشتغل يبتغي من الله الاجر، دايما الانسان لما بيقدمها خالصة لله سبحانه وتعالى ربنا بيوفقه، ربنا بيبارك فيه ويبارك في اولاده. في مسؤولين يا جماعة منكم بيشتغلوا 17 ساعة في اليوم وعملهم محب لله وللوطن، ما بيحسش بتعب، مرهق جسديا بس عنده سعاده لان بيأدي عمل قوي جدا وبيأدي عمل مقتنع بيه. بس الكلام ده مش هيجي الا مع فكر ومع امور تجتمع مع بعض حتى يكون قائدا. معنا الاستاذ مايقل من القاهره. السلام عليكم استاذ مايقل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان، اهلا بيك استاذ مايقل، اتفضل حضرتك. حضرتك انا بتكلم بخصوص المسابقات بتاعت وزاره العدل. تمام يا فندم. دلوقتي حضرتك احنا كان في اول مسابقه كانت 2015 واتلغت بعد ما عملنا انترفيوهات. تمام. كده عملوا مسابقه ثاني في 2016 وكلنا تقدمنا من جميع محافظات مصر. تمام. انا وزمايلي يا فندم يعني الوف، احنا عدد مش قليل، وتقدمنا من جميع المحافظات يا فندم. بقى يجوا من الصعيد يا فندم وبقيتوا بره، ومصاريف واختبارات وكل اجتازنا كل المراحل، وما زالت يا فندم المسابقه معلقه لدرجه ان احنا فقدنا الامل. دلوقتي يا استاذ حضرتك اتكلمت، استاذ مصطفى بكر اتكلم، وكلمنا برضو رئيس وزير العدل، استاذ وزير العدل، واتغير علينا برضو السيد الوزير، جه علينا كذا وزير، وموضوع ما نتعلق نتكلم فيه يا فندم. نروح وزاره العدل يقول لنا روحوا وزاره الماليه تخصص لكم حصه، تخصص لكم درجات ماليه، نروح وزاره الماليه الموضوع عند مجلس الوزراء، نروح لمجلس الوزراء يا فندم يقولوا لنا الموضوع لسه في تحريات على الناس اللي اتقدمت، 4 سنين يا فندم تحريات، وفي رغم يا فندم ان في عجز شديد جدا جوه مكاتب الشهر العقاري وعلى لسان وزير العدل والناس المسؤوله هناك. استاذ مايكل يعني استاذ مايكل، طبعا رساله حضرتك وصلت، ويمكن كان معايا بنفس الخصوص من شويه الاستاذه دعاء والاستاذ حسام واكثر من ذلك بكثير على صفحه برنامج مع القاده، ويمكن وجهنا مناشده للسيد رئيس الجمهوريه وللسيد معالي دوله رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الماليه والتنظيم والاداره، ان هم هذا الامر لا يليق بمصر ومكانه مصر ام الدنيا. مسابقات 4 سنوات لم يبت فيها. معنا على الهواء ابو احمد من البحيره، الاستاذ صباح من البحيره. السلام عليكم استاذ صباح. وعليكم السلام. انا مقدمه شكوى في بخصوص التربيه والتعليم، اني ما فيش مدرس انجليزي بقالي 3 سنين في مدرسه بعد نجيب صالح بالبحيره. استاذ صباح معلش مره بالراحه كده معايا، حضرتك مقدمه شكوى لوزير التربيه والتعليم بخصوص عدم وجود مدرس انجليزي بمدرسه عبد المجيد صالح تابع مركز الدلنجات، ودلوقتي الشكوى في المديريه بتاعت البحيره، وردوا عليا وقالوا لي ان احنا جبنا مدرس وما فيش مدرس لغايه دلوقتي، لا الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ابتدائي. طب معلش يا استاذ صباح بالراحه كده اسم المدرسه عشان اتواصل مع الدكتوره ماجده نصر وابلغها بعد الهواء مباشره. اسم المدرسه، مدرسه عبد المجيد صالح الابتدائيه. عبد المجيد صالح الابتدائيه. ايوه. مركز الدلنجات. الدرنجن. تمام. قرية البستان محافظة البحيرة. محافظة البحيرة مركز الدرنجات. شكرا لحضرتك، ان شاء الله كنترول ياخد تليفون حضرتك ويتم التواصل ان شاء الله بعد الهواء مباشرة. مشاهدينا الكرام، يمكن زي ما ذكرت الاستاذ مايكل
الأستاذة دعاء، الأستاذ حسام، وأكثر من ذلك بكثير على صفحة برنامج مع القادة، ينجد المسؤولين بإظهار نتائج كل المسابقات حتى يعلم الشباب أن مصر تحتضن الشباب وما بنفرطش في أبنائنا. وبقول برضو يا جماعة، كل مسؤول، مش معنى أنك وصلت وزير أو مسكت محافظ أو وصلت عضو مجلس الشعب انتهى الأمر. لا يا حبيبي، انت في ناس أملها توصل وخلاص تقعد على الكرسي ويسجل عضو سابق أو وزير سابق أو محافظ سابق. لا، الأجمل من كده أن يكون وزير مميز، محافظ مميز، نائب مميز، لك بصمة في الملعب. ممكن 11 لاعب بيلعب، بس بعد الماتش نقول محمد صلاح. اشمعنى محمد صلاح؟ لأنه مميز. بعض الأطباء، كتير أطباء قلب على مستوى العالم، دكتور مجدي يعقوب، لماذا؟ لأنه مميز في كل كثير غنى وقف على المسرح. أم كلثوم، الكل يتلاشى أمامها. كذلك الإنسان، كن مميزا تذكر، وما تحاولش تكون مميز بالفهلوة، وما تحاولش تكون مميز بالأوانطة زي ما بيقولوا، وما تحاولش تكون مميز بالنفاق والرياء. لا، كن مميز بحبك لبلدك وأدائك، وتتعامل مع الجميع حتى اللي انت شايف ان هو ما بيحبكش او ما ايدكش او ما ادكش صوته. هو الجمال هنا، تعامله المعاملة انه تخليه يراجع نفسه تاني، وبدل من ان تزداد اعدائك يكثر مؤيديك. سياسة لا يعرفها الا من كان صاحب عقل نافذ وقلب كبير. احتوي العالم، مش مصر ام الدنيا بتحتوي الكل، انت كذلك احتوي الناس. ابعد عن شيئين، أن ينال أحد من كرامتك فلا شيء أكبر من الكرامة. حد اتكلم، حد قال كلمة، حد تصرف تصرف، يعني أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. تعامل مع الناس، ممكن يجي لك إنسان بسيط، ممكن يجي لك حد يعني بيعرفش يتكلم، كلامه شديد شوية كده، نتحمله، مش بتحمله خوف يا جماعة، لا. كذلك أيضا يعني أستاذ محمود الشريف بعت لي رسالة شكر لإحدى القيادات الأمنية داخل محافظة الفيوم. هو ما يعرفش احنا نتكلم ومش هقول اسمه، لكن اللي اقدر اقوله، هذه القيادة الأمنية تستحق كل التقدير والاحترام، مش مع شخص معين، لا، في الوطنية، في التعامل مع الجميع يوما بعد يوم، يقنع كثير من الناس ان لا، احنا عملنا التصرف ده من اجل مصر ويجب على الجميع ان يفعله. يا جماعة، مصر فيها قيادات في الجيش، في الشرطة، في الطب، في الهندسة، في التعليم، في حتى في عمال النظافة، قيادات تستحق التقدير والاحترام. ودول يا جماعة اللي المفروض اللي هم نمبر ون بجد. يا ما قلنا ناس على ان هم نمبر ون وفي الاخر نزلوا الارض. ليه؟ هم صعدوا على جبل من تلج، فحينما ظهرت شمس النهار انهار. عشان كده يا جماعة خليك في عملك مخلص. اقول لك على حاجة، هو الإنسان لما بيخلص لربنا في عمله بيحاول من الناس ما تتكلمش عنه أو ما يبقاش فيه نفاق منه قدام الناس، يقبل الله إلا أن يظهر الحقيقة. فجأة نسمع أن فلان شخصية أمنية ممتازة وما قالش للناس ومش عايز حد يتكلم عنه، بس لازم ربنا سبحانه وتعالى يظهر هذا الأمر. ربما البعض خد اللقطة، فلان الباشا البيت ده مكانته والكل يتكلم عنه، وفجأة يظهر عكس ذلك تماما بتمام. عشان كده الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأدائك للعمل يا جماعة. احنا فضل ربنا، لما ذكرت برنامج في البداية ان مصر حول العالم يجرها شمالا يمينا في حروب وصراعات خارجية أرادوا داخليا، لكن مصر متماسكة بفضل الله سبحانه وتعالى. ودي من نعم ربنا على مصر، ان مصر قوية، مصر أم الدنيا. دايما الإنسان لما يكون عنده ثقة في نفسه، هضرب لكم مثل كده سريعا، لو إنسان وانت جنبك جار بس انت قادره، الجار بيتكلم كلمة انت سايبه، بيتصرف تصرف انت سايبه، لان لما تحب تجيبه هتعرف تجيبه. انما لما يكون انسان بقى ضعيف بينتهز الفرصة تجيله ويمسك فيها. مصر قوية، مصر كبيرة، مصر فعلا قيادة ريادة. معنا على الهواء مباشرة. طيب يمكن اتصال فصل، اتمنى كنترول يعني وقف اتصالات، ما فيش وقت بقى كده الاتصالات، وقتنا بينتهي. لكن عايز أقول يا جماعة، مصر حلوة وفيها قيادات حلوة، وللشباب اسمعوا مني والله بكرة هيكون أحلى. أقول لكم على حاجة، أنا مستبشر خير ببعض النواب، ما جربناهمش لسه،
بس دايما نحط الامل ونقول ان هم كويسين. اقول لكم حاجه كمان، حتى النواب اللي جربناهم وكل الفتره اللي عدت ما كانش على المستوى، اتمنى المره دي يكونوا على المستوى. برنامج مع القاده ليس لدي عداء شخصي مع اي حد، ولا عايزين نوقع اي حد، بالعكس عايزين الكل ينجح. انتوا عارفين ليه يا جماعه؟ لان نجاح اي مسؤول اي نائب اي وزير اي محافظ هيصب في مصلحه مصر، ودي اللي احنا عايزينها. ليس لدينا عداء، بل قول للكل نحن في ظهرك ونستطيع ان نخدم كل من يخدم مصر. انما الانسان اللي مش هيخدم مصر اعتقد هيكون لنا واقفه معاه. مشاهدينا الكرام، وقتنا انتهى. كلمه اخيره بقولها، ان شاء الله اليوم افضل من امس، وغدا افضل من اليوم. حفظ الله مصر وشعبها، حفظ الله مصر ومن احبها، حفظ الله مصر وجيشها، حفظ الله مصر وامنها. الى ان التقي بحضراتكم الاسبوع القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.